النهارده نادي انبي قرر منح قيمه تعاقده اللي لم يكتمل اصلا مع اللعيبه شهد مصطفى اللي انتقلت الى جوار ربها، وقرروا يمنحوا الرقم ده لاسرتها. اللاعبه عشان تعرفوا القصه برضو كانت بتمر على طريق القاهره السويس هي وبسمله عمرو لعيبه انبي ايضا عشان يخضعوا ليه اختبارات نهائيه للالتحاق بفريق الكره النسائيه في نادي انبي، لكن اصطدمت بها سياره على الطريق السريع في حادث مروع جدا لفظت شهد مصطفى انفاسها بعد الوصول الى المستشفى. يعني ربنا يرحمها ويصبر اهلها بكل تاكيد. طيب موقف محترم من انبي بصراحه، برضو زي ما كنت بشيد باداره نادي الاتحاد احب اشيد ايضا بالناس في انبي واداره انبي في المواقف كلها، كانوا بيشتغلوا بشكل محترم وبشكل جيد، وفي الموقف ده كمان موقف انساني مهم جدا. معايا عبر الهاتف الان الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. كابتن محمد مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، ربنا يبارك فيك. انا اللي بسعد تملي وانا معاك يا حبيبي. موقف محترم جدا يا كابتن محمد منكم، اي نعم الخبر صادم بس كمان الموقف منكم اسلك صدورنا. يعني والله يا كريم عايز اقول لك ان انا حاسس انه او الموضوع انا شايف انه هو طبيعي جدا، واي حد مكان اداره انبي يعني كان لازم يحضر هذه الخطوه، لان في الاخر كلنا بنحس ان احنا دي بنتنا في الحقيقه يعني، والموقف صعب جدا وبنت صغيره وجايه فرحانه ان هي في اختبارات في انبي عشان تنضم للكره النسائيه، فالموقف في حد ذاته يخليك تفكر ان انت تعمل حاجات كتيره بصراحه، ودي العاده بصراحه من ساعه ما جه مجلس الاداره بسياده الاستاذ ايمن الشريعي في الحقيقه يعني، وهم ما فيش في ثواني. احنا يمكن البيان ده اتاخر لانه والله يا كريم انا عايز اقول لك النادي كله من ساعه الحادثه وهو واقف مع اهل المتوفيه وفي نفس الوقت في المستشفى مع البنت الثانيه، يعني عايز اقول لك كنا فعلا حاسين ان هم اولادنا وده حصل فيهم، فالاحساس صعب قوي. عايز اقول لك النادي كله حاسس ان هو في حاله حزن والله، مع انها لسه بس مجرد ان هي يعني هنقول كانت ممكن تنتمي لنادي انبي مخلي النادي كله حزين بصراحه، يعني مش عشان ان هي نادي انبي بس، لا عشان برضو زي ما قلت لك بنتك، انت بتتكلم على بنتك فاهم، الموضوع بيبقى مؤلم شويه وخاصه ان هو قدام النادي عندنا ولسه هي جايه من السويس يعني يعني موضوع انا شايف ان هو كان صعب، بس الحمد لله كالعاده الحمد لله انبي بتعمل حاجات كويسه، المفروض ان ده يبقى اي حد طبيعي يعمله يعني طبيعي صراحة. طبيعي طبيعي. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المكالمه، ربنا يرحمها يا رب ويصبر اهلها.